في كتاب فضاء الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي، الأعداد الدرس السادس، الأعداد من صفر إلى 9999، قراءة وكتابة ومقارنة وترتيب، عندنا الصفحة 32. إذن الصفحة 32 عندنا دائما في الحصة الرابعة، أستثمر أكتب كل عدد كتابة رقمية. عندنا العدد 1111، نكتبه كتابة رقمية. إذن 1111 هذا هو العدد. 7806، 7 في الآلاف وثمانمائة، 8 في المئات، وستة ستة في الوحدات، إذن العشرات صفر. 7806، 800+50+6، 800+50 هي 850، زائد 6 856، 3 مضروبة في 1000 تساوي 3000، زائد 5 في 100 تساوي 500، إذن 3000+500 تساوي 3500، زائد 6 مضروبة في 10 هي 60، إذن تساوي 3560، زائد 4 3564. ثانيا، أحسب الدراهم التي أدى بها أمير الحاسوب، وأكتب الثمن بالأرقام وبالحروف. إذن عندي هذا هو الحاسوب، لاحظ الآلاف، الآلاف عندي 3 في النقود، هذه كل حزمة تمثل 1000، إذن 3000. المئات 1، 2، 3، 4، 5، 500. العشرات 2، و الوحدات 5، إذن العدد هو 3525. أكتبه بالأرقام وبالحروف، إذن هذا هو العدد 3525. التمرين الثالث، ألاحظ الجدول الذي يبين المسافة الفاصلة بين بعض المدن المغربية بالكيلومتر. يعني إذا لاحظت هذا الجدول، هنا كيبين المسافة بين المدن، مثلا بين الرباط وتطوان 294 كيلومتر، العيون وتطوان 1451 كيلومتر، وجدة وتطوان 555 كيلومتر، بين تطوان والرباط مثلا 294 كيلومتر، إلى غير ذلك. إذن المطلوب أرتب المسافات بين المدن من أقربها إلى العيون إلى أبعدها منها. هذه هي العيون، العيون تطوان 1451 كيلومتر،
العيون الرباط 1251 كيلومتر، العيون وجدة 1748 كيلومتر، بين العيون والصويرة 822 كيلومتر. إذن أقرب مسافة إلى العيون هي الصويرة، إذن نكتب 822 كيلومتر، أصغر يليها إذن العيون الرباط 1200، نكتب 1251 كيلومتر، تليها إذن عندنا هنايا نقارن، بقينا 1748 1451، عندهم إذن الألف مقابل ألف ألف، عنده هنا المئة هذا العدد أربعة أربعة، وهذا عنده سبعة، هذا العدد هو الأصغر. ألف نكتب إذا أصغر من 1451، وأخيرا أصغر من 1748. إذا الترتيب على هذا الشكل 822 أصغر من 1251 أصغر من 1451 أصغر من 1748. أكتب كل مدينتين تتجاوز المسافة بينهما 1000 كيلومتر، كل مدينة بينهما أكثر من 1000، مثلا الرباط عيون 1251 كيلومتر. إذا نكتب تطوان العيون، عندنا بين تطوان العيون 1451 كيلومتر، بين وجدة والعيون أو بين العيون ووجدة 1748 كيلومتر، وبين العيون والرباط، بين الرباط والعيون 1251 كيلومتر.